يعني هنا يتقع من مجلس الذي قادم على طاولة الليل، والمواطنين يتقع مع قادم على مجلس النظام هنا، وكلهم يحكيوا في شأن العام، مشاكل متاع انتصار، مشاكل متاع مرور، مشاكل متاع وقت الحيوانات، هذيك المواطنين كل جو هنا، اللي يجي يشي يطلب إعانة، اللي يجي باش يصلح الطريق نتاعه، اللي يجي يصلح التنمية نتاعه، هذه هي المشاكل العادية نتاع المواطنين، نتعرفوا بالتراخيص العمرانية وغيرها. هذه قاعدة الجلسات، لو كنت في رئيس البلدية، احنا قلنا عن أربعة ثم ارقام موجودة باش تحفظوها، لانه سيفيرتي عنده اربع اجتماعات تعتبر اجتماع رئيسية، اللي هي اجتماعات المجلس البلدي تعتبر دورات عادية. دورات عادية. واللي قبل الدورات العادية تسبقها دورات تمهيدية، التمهيدية يتكلم فيها المواطن والعادية يقرر فيها المجلس البلدي. يتخذ فيها قرارات، المواطن ما يتكلمش. هو المواطن عنده فرصة باش يتكلم في الدورة التمهيدية. والعضو هو اللي ياخذ قرار في الدورة العادية. أربع دورات تمهيدية وأربع دورات عادية. أرقام لابد أن نتكلم فيها. على خاطر كما حكينا على هياكل، نحكيو على أربع دورات، نحكيو على المدة اللي هي فيها نتاع مجلس البلدي قداش؟ خمس سنين. صحيح. هذه هي البيرو نتاع وزارة المصرف اللي كانت معنا في البيرو. عندنا تفضل شوف. كل القرارات نتاع مجلس البلدي يتم تدوينها في محاضر جلسات. معناها للتاريخ. احنا تويكا نلقاو بلدية تم تأسيسها عام 57. أحداث بلدية دار شعبان الفهري عام 57. نلقاو التقارات اللي عملوهم عام 57 تو موجودين عندنا في الورق. موجودين عندنا في الدفاتر. واللي نعملوا فيهم تويكا عام 2019 من الزبد. بعد 10 سنين و20 سنة مش يلقاوه الأجيال السابقة اللاحقة مش يلقاو شنو هما القرارات اللي خذيناهم خذاهم المجلس البلدي في الوقت الحالي. هذاك علاش يتم تدوين جميع القرارات باش نعتمدوا عليهم باش نعملوا متابعة بعد فيما يخص الإنجاز. هاي تفضل. نسهل لهم العملية وكان حضروا له كل شيء مكتوب هنا ويعمر اسمه لقب بطاقة التعريف نتاعه وعنوان المسكن نتاعه واش طالب هو؟ الرب باش يبدل ماء صرف الشراب ولا تيار كهربائي ولا غاز طبيعي ولا تطهير. نعم الرب باش يبدل مياه مستعملة. المطلب هذا بعد يتم دراسته من طرف المصحة الفنية واللي كان عنده حق باش ياخذ رخصة ياخذ رخصة من طرف المصحة. أصحابك مش يخشوا. السلام عليكم. 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 هذه هي الديار، هذه هي الكيس اللي قدام الديار. هذه هي الكوبي. هذه هي. بس احسن من قبل مرة هي تعبر من ولادك.
برا اي هذه البلديه باش تجمع هكا تروبيري روحكم باه كنين. هذه البلديه هاوني مكتوب عليها ان مونيسيباليتي باه. مثال التهيئه اللي تشوفوا فيه هذايا الشوري كله خطوط حمراء، هذاك كله سكني، سكني مجمع معناتها النسيج العمراني القديم، الديار القديمه بكري الناس الكل ديارهم لاصقه في بعضهم. اللي بالاصفر هذايا سكني متواصل، حي سكني كله سكني، كلهم احياء سكنيه متواصل، معش لاصقين اون بوند يبنيو خطوط والا يلصق من جهه ومن جهه ما يلصقش. هذه الحي الصناعي، هذه طريق ابن خيار، وهذه منطقه حرفيه، وهذه حي الحرفيين. دونك عندنا حي صناعي وعندنا حي حرفي، وهذه النزل لو، وهذا من جهه البحر تو نهبطوا، هذا نزل ليدو، هذا الروتين نتاع دار شعبان فهري. دونك هذا روتين، وعندنا منطقه سياحيه هنا والباقي كله يرجع سكني. فما اللي كثيف فما اللي كثافته اقل. هذه منطقة فلاحية، وهنا عندنا تجمع سكاني اسمه حي بودوا، وهذاك الأصفر هذاك حي سكني اسمه حي التيلات، هذاك المركب الرياضي، هذاك مبرمج، هذاك شنو برمجوه مركب رياضي ماهوش موجود تو في الوقت الحالي أراضي فلاحية مازال. في المستقبل باش نعملوا مركب رياضي خارج نبيل. حتى هذايا حدود بلدية دار شعبان. أحسن سؤال تو مدام، عطيني حدود دار شعبان يمين ويسار، شكون يحدها من شيرة الشرق وشكون يحدها من شيرة الغرب؟ احنا تو تشوفوا فيه الخط هذايا. اي شكون يجاوب؟ شوفوا فيه هذايا الحدود، شكون من هنا قبل؟ هاو هذا هذايا الشمال هكا، هذايا الشمال بلون ديما تشوف مثال هندسي ديما تلقاه متجه للشمال، دونك هذايا الشمال، هذايا الشرق، هذا الغرب، وهذايا الجنوب. حي الحرفيين يحدوا من الشرق. لا تحكي عن بعد حي الحرفيين اش فما؟ الطريق اللي قدام الديار وين يهز؟ بني خيار. بني خيار دونك فوالا من جهه تحط جنابل فوالا، وهذه من هنا تحطنا في الجنوب يحطنا. انا حبيت نقول لكم اللي بلديه دار شعبان منطقه دار شعبان فيها يحدوها زوز وديان. تسمع معناها هي ما بين الحاجات اللي تعرفوها. عندنا واد الكبير هو الفاصل ما بين منطقة دار شعبان وابن خيار، واد الكبير، والفاصل الواد الاخر ما بين دار شعبان ونابل هو واد سيدي موسى. لا هذيك 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 مشاكل مع المواطنين ولا بالبني ولا بالحمدين كل عن سعد بكري. تعطيهم مثال نزاع حي مثالش نزاع مثال واحد بلدية هدت له بني نتاعه خاطر بناء بلاش رخصة، يمشي يعمل قضية بالبلدية يقول لها أنا راني مثال صبيت دوسي يا أخي ما قبلوهش ولا هذا مثال. شكون يطلع؟ اي المحكمة تحكم بعد. صارت كل ما حسب القضية، حسب الملف القضية. يعني هناك مواطنون ربحوا القضايا؟ هناك بعض المواطنين مما ربح قضيته وما. أي ثم. السلام. هاي تفضل. سي عمار. سي عمار أبو عبد الله هو رئيس مصلحة المالية، هو اللي عنده كل ما يخص النفقات. أتوا بعد كنا فلوس نشوفوا الموارد. النفقات يعني كل ما تصرف في البلدية تمتع عن طريق سي عمار، هو رئيس مصلحة المالية. ثم الشراءات، ثم الصفقات العمومية، كل حاجة باش نشريوها ولا باش ننزوها، بناءات ولا اقتناءات، باش نشريو كراسي، باش نشريو
النباتات الزينه نتاع النباتات الزينه بهم الحدايا باش نعملوا التنوير باش نعملوا الطرقات باش نعملوا مركب رياضي هو يقوم بالاجراءات نتاع عمليه الصرف. هو هنا قدها عنا نصف جزء العام قدش عنا بيجي تاع ديبونس توي 9 مليارات هكاك 9 مليارات ودو 9 مليارات في السنه هو هي المصاريف مش اللي تاخذوا مش ناخذوا ليه؟ ما بين التنوير ما نخرج مثلا الضوء اسمعني الضوء اللي يذبح في الليل خلصوا البلدي هذاك تسمى تنوير عمومي تعبيد الطرقات خلصوا البلدي ما تنفعش عبيد تحول لا خلينا تحول خمسمائة وستين مليون خلصوا فيها التنوير عمومي اللي هما كل ما يخص الضوء المنطقة البلدية. الشهر العام العام العام. سمع شوي. بنسمع شنو شوي. هاي فرق شوي. ربي معك. ها؟ من حيث الانتداب وهذا الترقية للخلاص الشهري. هذا الموقف الشهري الثاني هو الذي من الإعلامية في البلدية الكل. تفضل مدام. هذه سي حسن الزبي مكلف مصلحة العوان. مدام لبنى هي رئيسة مصلحة النظافة وحاليا لا هي بمصلحة الحدائق. يعني كل ما يخص النباتات الخضراء وتقديم الأشجار والعناب الخضراء عن مدام لبنى. كل ما يخص الاعوان الانتدابات والترقيه نتاعها والشهري نتاعها سي حسن. يعني اي بيكم يسكن دار شعبان هنا ويلقى الفضلات ما تتهزش شكون شكون يمشي يسال؟ مدام لبنى. مدام لبنى. هاي تفضل. ربي ينجح. تعيشك ميرسي يعني. هذه مصلحة الحالة مدام، شو اسم الحالة مدام؟ اللي عندهم المنظمين وعندهم تاريخ الأنظار، عندهم نسخ منطقة الأصل وعندهم رسوم الولادة ورسوم الوفاة. أيوة شنو الأخر؟ والزواج. هاي دخل قادر يكون كذا مزاحك. أنت؟ هاي يجي يجي نعم نعم. راكي تعيش ماما ولا لا 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 منظومة ست أجواء مكان الولادة منزل بوزلفة هون وين مش مشي هون منزل بوزلفة شو اسمه؟ شنو الاسم؟ هونك برا حلو مضمون هاي حلو مضمون هاي شغلة مضمون هاي شغلة مضمون هاي شغلة هاو شطار فوري كل شيء بارا هاي هاي يا بارا اوكي يا سيدي احلى ايوه زين هنا تزوج معك كوم هو انت انت ما زلت شو مالك عاد احنا ما كل ما يطلع على الرجل من هدايا فيما تهرس ميلادك مضمون ولاده كل ما يطلع تو انت ما عندك حتى شيء ملاحظات لا شيء ماكش متزوج قلنا مش وصل 18 سنه بعد مش تكمل قرايتك كذا 20 سنه مش عارف 25 باهي انت عندك امل مش عارف سلام ليش مش مش عارف لا مش يولي عندك المضمون نتاعك وقع عقد زواج مذكور عليه في كلام كذا مش التراصي كل ما يطرا على الرسم هذايا مش نلقاه هنا حبيت تفسر لك المنظومه الحاله المدنيه كل ما احسن المنظومات في الجمهوريه اللي تفهم تسهيل الخدمه المواطن تقريبا في منزل مزرفه ما تمشيش منزل مزرفه مش لازم تمشي منزل مزرفه باش تخرج مضمون انت في دار شعبيه تخرج مضمون نتاعك هنا عملية تسهيل العملية نجم واحد بالزرق هو أصلا من يردان في أقصى الجنوب يخرج مضمون كيف بوك يشري أرض ولا يبيع أرض لا يعني تعريف باش نعرفه بالإما اللي هو شراء بيع ولا شراء باش نعرفه القسم هذا اللي يهتم بالإنسان من يتولد حتى يتوفى حتى يتوفى حشيت سيدة كيف بتطبيق عنك هو أبي أنسي تستمر فرنسا بوك يجي عرف نعم النصرة تتمرن تشجع مش تديش شهادة نتاعك الشهادة لا تتكلم إلا مرة واحدة الشهادة العلمية نتاعك ما تجمش ياخذ مرة أخرى واحدة أخرى نصرة تبقى الأصل تولي نحط الطابعة هذايا مرسى الشهادة هذيك كيف الشهادة الأصلية نصها مطابقة للأصل تولي تخدم فيها نصرة الأصلية أي الأصلية مرة بركة أنت تاخذها أيه. احنا
الخدمات نتاعها في ادارتها الاصليه ديما تحتفظ بها عند التمثيل. الطابع هذا هو اللي يروح تلقى الاصل كاينه اصليه نقص الاصليه ونقص الوسطى. ديما احنا قلت البلديه تسير خدمه ما نقولش خدمات لكنزي انه يرخص له مثلا يمشي يخرج للخارج البو يجي يرخص لولده باش يمشي للخارج عندما يكون دون سن ثابت. مدام خدام ومدام إيمان اللي عندهم خصوص الموارد في البلدية كل تفضل مدام إيمان ومدام خدام قدموا لهم شنو الموارد في البلدية. الموارد البلدية نورمالمون احنا عندنا نستخدم أداءات قارة وأداءات غير قارة نقولوا شو معتبر شو غير قارة. بالنسبة ثم أداء على العقارات المبنية وأداء على العقارات غير مبنية وأداء على عقارات بيان شهر معناها العقارات المبنية معناها كل إنسان عنده دار بوك عنده دار في دار شعبان مطالب باش يخلص الدار من البلدية دار ملك. إذا كانت تكون دار كذا المالك الأصلي للدار هو اللي يخلص الأداءات كيبدا مثلا عنده زوج ديار خلص عنده زوج ماهو ساكن في الأخرى متلاقي عليه هو عندنا تراكتور في البلديه تعدى باش يرفع الفضلات وعندنا التنوير العمومي اللي احنا متلاقيين باش ننوروا هكا ولا وعندنا التعبيد نعم وهو عليه يخلص هو المدير هو المحل هو المحل احنا عندنا الضوء انه هو ساكن في الدار ولا مش ساكن احنا متلاقيين باش نضلوا طرقات حتى من الناحيه الامنيه خاطر وقت تلقى الدنيا مش ضاويه ايه هو مش تنقاش هو ما يحبش يستنفع بها هو كان عنده ولد ولا بنت ولا ممكن لازم يكون حتى كريهة يستنفع بالخدمات نتاع المحل اللي هو على ذمته كاين في المحل الاقبال كاين ما يخلصش على العقارات اللي جات اللي ما فيهاش كاين شاغل كاين ما يخلصوش بعد القانون تبدل ما عادش مسكونه ولا مش مسكونه خلاص وخلت المعاليم على الديار وعلى الاراضي ثم المعاليم على كل ما يخص اشهار اللي تلقاه مع الحوانت هذاك الاشهار يخلصوا عليه انتصاب ولا المحلات يخلصوا عليه ما كنا نحكيو على 3 عمرانية كل واحد مشي ياخذ رخصه بناء مشي يخلص فلوس هذو ما كلهم يمثلوا الموارد البلديه وثم ذلك كيف دعم الدوله اللي هي دولتي تساهم في ميزانيه البلديات باش تعاونها باش نجم تجبر النفقات نتاعها خاطر النفقات كبيره هاي ربعين البلديه في عام 2018 تو حاليا نقلوا ان شاء الله في شهر اكتوبر 6 اكتوبر 2019 تم انتخابات رئاسيه باش ننتخبوا فيها شكون الرئاسيه؟ الرئاسيه شكون معايا؟ رئيس شكون؟ رئاسيه يا برا انتخابات بلديه رئيس الجمهوريه تم انتخابات تشريعيه باش ننتخبوا فيها شنو؟ اعضاء انتخابات تشريعيه المجلس مجلس نواب الشعب صحيح هذا مكتب التسجيل هذا مكتب التسجيل الناخبين معناها اللي يظن عمره 18 يجي يقيد هنا باش تنزلوه في القائمه تبع الهيئه الوطنيه الهيئه العليا للانتخابات معنا تو قيد فيها اللي هما وصلوا عمرهم 18 ويحبوا ينتخبوا في شهر اكتوبر 2019 أي بالضبط؟ على نفس. أقول لك. في أحنا أكتوبر. في مجلس الشعب. بعد مجلس الشعب نهار 17 نوفمبر. نواب الشعب سامعين وبعديها 17 نوفمبر الرئاسية لا احنا لازمنا ما نعرفوش احنا نقوم بتسجيل عملية تسجيل الناخبين اللي مش وصلوا 18 سنة وعندهم بطاقة طريقة وطنية وجنسية تونسية وعندهم احكام سابقة احنا سجلوهم الأحزاب وإلا رؤساء اللي حشتنا بيهم كل شيء مش توعيهم في التسجيل
تصير قبول ترشيحات عن الهيئة. أنا أطلق نبدأ بالإشهار معنا. قدس بالكعب عندك زي مدام هو يحب يجز معها أصحاب اللي راحوا بالمدرسة. هدي جنيغة هدي جنيغة صلى عني. وزع الهاتف سبيلتنا الساعة قلوا على السلامة وزع الهاتف أنا نقولها عديه الولاية مثلا هي تطلب الولاية عدي هود البيرو هنا كما عندنا الخطوط الهاتفية وعندنا كل مكتب عنده الرقم نتاعو تقعد تقعد كل مرة تلوش في الرقم هو عندك هنا 116 رقم مصلحة المالية 117 تكييف المالية 118 مالية 120 127 مكتب الضبط 126 مكتب المالية مكتب الأداءات فهمت بابا هاي بابا مش هو المواطن اللي ماشي يمشي يعطيها للمصلحة مباشرة هنا يسمى مكتب ضبط مركزي نقيدوا فيه كل مراسلة تجي نعطيوها رقم ونعطيوها تاريخ والمراسلة الموضوع نتاعها شكون ما عادش شكون جات المصدر منين جاية المصدر والموضوع نتاعها بعد نحط المصلحة اللي باش نمشي لها باش احنا إذا كان نمشي مصلحة المالية ولا مصلحة العوام بعد نجيو نلوج وزعنا المراسلة هذه فين مشات فين مشات نرجعوا مدام بسمة فالدفتر نقولها يا مدام المراسلة هذه شكون مشى راهو السيد المصلحة هي راهي ما جاوبتش على المراسلة كي نعرفوا المراسلة عن شكون مشات نجم نتصلوا بالسيد المعني الأمر هذه باش احنا نجموا نجاوبوا ونجموا نتبعوا المراسلات فين مشاو هذه في خصوص الوالد المراسلات اللي تجي وعندنا هنا باش عندنا هنا كل ما يخص المراسلات اللي مش نخرجوها من بلاد معناها باش نجاوبوا بها المواطنين والادارات ولا احنا مش نبعثوا مراسلات ولا حاجه هذا يتم مكتب ضبط نتاع الصادر صادر خرجوها في نفس الوقت عندنا رقم التسجيل وعندنا تاريخ الصدور والموضوع والوثائق اذا كان عندنا وثائق من صاحبه بشكون مش نبعثوها الموضوع نتاعها هذا هو مكتب ضبط كل اداره عموميه لابد مستقبل مكتب